أطفال للحياة، أطفال للأمل، أطفال للغد. إذا ما عنا أمل ما فينا نعيش. على طريق العلاج والحياة، كيف يعيشون الألم وكيف يعيشون الأمل؟ إن شاء الله صح، إن شاء الله صح، إن شاء الله صح. في الذكرى العاشرة لإطلاق مركز سرطان الأطفال سان جود، كلام الناس يحتفل مع المؤسسين والناشطين والأطفال على طريقته ويطلق احتفالية الأمل للآت من الأيام. أطفال الآت من الأيام، عنوان كلام الناس، الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBC International.